السلام عليكم. مدرب المهارات معاذ الشحمة. وردنا سؤال: من وين أبدأ بتطوير الويب؟ سؤال ممتاز وجميل. طبعا في كثير تكلموا بموضوع ويب ديفلوبمنت والويب ديزاين، شو الفرق بينهم؟ وفي كثير قنوات باليوتيوب، كثير مواقع بالجوجل، تكتب ويب ديفلوبمنت او تطوير الويب بتلاقي شروحات كثير عن الموضوع بالعربي والانجليزي. وطبعا نشرت كثير بمواضيع بتطوير الويب بقناتي باليوتيوب، اقوام التشغيل بتقدر ترجع لها. وانما بشكل عام يعني بنقدر نقول انه في ثلاث امور رئيسية بتطوير الويب لازم تكون ملم فيها وفهمان شو السيستم تبعها. ليش؟ لأنه الويب هو بشكل أساسي مبني عليها لهدول الثلاث أمور اللي هن CSS، Cascaded Style Sheets، طرحنا دورة كاملة فيها للموضوعات اللي هو تنسيق الويب. كمان في عندي HTML والCSS 3 والHTML 5. كمان HTML 5 هو مبني بالأساس على الويب اللي هو Hypertext Markup Language، كمان طرحنا فيه دورة مستقلة بقوائم التشغيل تقدر ترجع لها. والموضوع الثالث الرئيسي بتطوير الويب اللي هو الجافا سكريبت. الجافا سكريبت طبعا برمجة فرونت اند بشكل اساسي، ضروري جدا انك تكون فهمان فيها، اذا مش متعمق جدا فيها بروفيشنال على الحد الادنى ايش هي الاساسيات بالجافا سكريبت. اذا هدول الثلاث ضروري يكون بشكل أساسي أنت ملم فيهم: HTML، CSS، والجافا سكريبت. طيب إذا تقدمنا لقدام شوي وصرنا بدنا شيء بروفيشنال بتطوير الويب، طبعا ككود أنت بتبرمج برمجة، بدك بالباك اند في عندك لغات برمجيه كثير. قبل ما تبدا بلغات البرمجيه ضروري تكون فهمان اللي هو سكويري او SQL ستراكتشرد كويري لانجويج، SQL او نو SQL. في بعض المواقع بتستخدم نو SQL اللي هي اللا علائقيه، منها المونجو دي بي، الكوتش دي بي الى اخره. في كثير انواع نو ريليشنال، لا علائقية، قواعد بيانات لا علائقية. ضروري انك تكون يعني تاخذ فكرة عن الداتابيز، قواعد البيانات، الموضوع الباك اند اللي بيقولوا له بتطوير الويب. اذا هذا المجال اللي هو SQL او نو SQL. انتقلنا شوي لقدام، في عندي شيء اسمه لغات برمجية لتطوير الويب. اعطيك مثال، في عندك لغات برمجية مثل البي اتش بي، من اشهرها البي اتش بي. في عندك كمان في ناس بتطور بلغة الـ ASP.NET، واليوم كمان مع لغة البايثون حديثة متطورة سهلة التعلم، في ناس بتبرمج بلغة البايثون الويب. تمام، إذا عندي لغات البرمجية للويب ديفلوبمنت، في عندي الـ PHP ومكتباتها الكثيرة. طبعا مكتبات لغات البرمجية ممكن تعد إذا قعدت هيك وروقت فيها بتعدها، وإنما هي كثيرة جدا ومتشعبة، وفي بعضها قديم صار وفي بعضها بتطور بنفسه. المكتبة قصدي للغة البرمجية بتطور بنفسها وبتعطيك كود نظيف. مثال للغات البرمجية، المكتبات البرمجية او الفريم ووركس بيقولوا لها للبي اتش بي، مثلا في عندك كثير مكتبات، منها سيمفوني مثلا، الجي الجي لي والجي هدول مع بعض. في عندك مثلا اللارافيل اليوم متطورة، لارافيل بيئة تطوير ممتازة للبي اتش بي. عندك كمان في عندك بالبايثون في عندك مكتبات كثيرة، فلاسك، الجانجو، في كثير مكتبات بالبايثون. عندك الـ ASP والـ ASP.NET، بالتطوير .NET كمان مهمة بلغة البرمجية. إذا عندي أنا باكجات كثير أو لغات برمجية كثيرة بتطوير الويب، فريموركس كثيرة بتطوير الويب. وإنما أنت إذا فهمت البرمجة بشكل عام، أي لغة تطوير أو لغة برمجية سهل عليك أنك تتعلمها بوقت قصير. إذن هيك تكلمنا عن الشيء الأساسي اللي هو CSS HTML والجافا سكريبت.
انتقلنا، في عندي شيء الباك اند اللي هو SQL ونو SQL، في عندي كمان اللي هو لغات البرمجية PHP بايثون ASP دوت نت، والبيئات التطوير اللي مرتبطة فيها الفريم ووركس. طبعا كل هذا اللي ذكرته أنا خلال هذا الفيديو موجود فيه شروحات كاملة ومستقلة بقوام التشغيل، تقدر ترجع لها، شرح مفصل للي ذكرنا. إذا هذا الإجابة على السؤال من وين أبدأ بتطوير الويب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. مدرب المهارات معاذ الشحمي.